السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا نشوف إزاي نعمل الكيمون. طب إيه فايدة الكيمون؟ بدل ما نقعد نكتب كلام كتير تمام واللوحة تبقى مليانة، لا ده أنا بكتب الرمز والراجل يرجع للرمز دوت يعرف إحنا بنتكلم على إيه. طيب هقول له كي نوت وأقول له إيلمنت كي نوت، بلاقي إيلمنت كي نوت يعني العناصر للماتيريال، واليوزر كي نوت، وهنا الكي نوت سيتنج لو أنت عايز تختار ملف آخر. طيب أنا هقول له أنا عايز كي نوت، فبيقول لي أنا مش ما عنديش الفاميلي. هقول له حملها لي من الانوتيشن كي نوت، اقول له اوكي وهبدا اقول له اوكي نوت اهوت بالشكل ده. بيقول لي ابدا اختار. طيب ده هنختار له ايه؟ هنختار له مثلا ان ده مثلا سيناريو، ممكن تختار مثلا ان ده نوع ستون، وتختار مثلا بيكاستن كوري تمام، او يعني قدامك كل العناصر اللي انت عايزها حسب التوصيف اللي عايز توصفه للفيلم كده. انت بتعمل حاجه شوب درونج للريفن. طيب لو انا عايز الماتيريال، طيب لازم اجي هنا فايل بحيث ان الماتيريال تبدا تظهر عندي. ساعات في بعض الحوايج بيبقى فيها اكتر ماتيريال زي الشكل دوت. طيب هدخل هنا ايديت تايب واقول له ايديت، واختار اي واحده فيهم اي ماتيريال، وتدوس على الثلاث نقط دول عشان يفتح لك الاعدادات الخاصه بالعناصر. فهتلاقي الكينوت اهوت الريبريزنتيشن انفورميشن، تقدر تيجي على الثلاث نقط دول وتختار اي كي نوت انت عايزها. طيب هقول له كنسل كنسل، وبعد كده هروح لالوكيت واقول له انا عايز كي نوت ماتيريال، وتبدا تقرب اهوت. بص كل واحده فيهم بيبقى موجود، فمثلا ده الكي نوت بتاعها اهوت. طيب اللي بعديها اهوت، لو في ماتيريال تانية موجودة تقدر تعمل لها مثلا ديت اهي. يبقى انت عندك الكينوت، اول ما تشوفها تقدر ترجع الكود. لو كتبت كل المواصفات بتاعتها وكل الخصائص بتاعتها هتلاقي عندك اللوحة مفيهاش مكان تتقري،